نروح لفقرة تصريح وتعليق ونشوف أبرز كده التصريحات اللي صدرت خلال الساعات الأخيرة من خلال المسؤولين أو اللعيبة أو طبعا رؤساء الأندية في مجلة الإدارة. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي في توجيه الشكر لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق. اتكلم الكابتن خالد بيبو عن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي وقال: متعود على الكلام ده، وطول ما الشخص متواجد اعتاد على الآراء السلبية والإيجابية. أنا موجود في الأهلي من خلال وظيفتي، أكيد في يوم من الأيام همشي، وفي أشخاص هينتظروا إن أنا أمشي، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت. اتكلم خالد بيبو كمان عن تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري وقال: الحمد لله، مبروك لجماهير النادي الأهلي، مجلس الإدارة. البطولة كانت مهمة جدا وصعبة، لكن اللعيبة كانت رجالة. تم حسم الدوري وتم إعطاء فرصة للعيبة الشباب إن هم يظهروا. كمان بيقول إن وسام أبو علي قدم مباريات قوية ومهمة، واللعيبة كمان ساعدوه وهو عنده إمكانيات ومقاومات قوية، والموضوع ده طبعا بيرجع لحسن اختيار اللاعب زي عمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور، وكلهم ساعدوا الفريق في حظ البطولات. وببارك لأبو علي اللي كان حزين لتخوفه من عدم التتويج بلقب هداف الدوري المصري الممتاز. اللعيبة مش ملايكة، وما فيش أي لاعب بيخطئ بدون عقاب، ولكن كل ده بهدوء، ولم أهدر حق النادي في أي شيء. سمعت العديد من الأحاديث حول عدم السيطرة على غرفة خلع الملابس داخل النادي الأهلي، الكلام ده غريب، وكل اللي بيحصل أو بيتقال ده غريب. هل اللعيبة بتتخانق مع بعض مثلا وأنا مش عارف؟ يعني ايه مش مسيطر على غرف خلع الملابس ومش هرد على اي شائعات؟ كمان اختتم حديثه الكابتن خالد بيبو وقال: طبعا الجوادي مترجم وبيقدم دوره، وانا مدير كوره وبقوم بدوري، والكلام اللي خرج للاعلام بيكون من اشخاص ما بيحبوش وجودي وبيحاولوا اظهار الصوره دي لجماهير النادي الاهلي. دي تصريحات الكابتن خالد بيبو بعد طبعا كل ما اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رغبة مستر مارسيل كولر برحيل خالد بيبو وعدم استكماله المشوار خلال الفترات القادمة أو الموسم القادم مع النادي الأهلي كمدير للكرة. هنشوف وهنتابع مع حضراتكم هل الكابتن خالد بيبو مستمر في منصبه والمهمة الخاصة به في تواجده الموسم القادم، ولا هيتم تقديم الشكر ليه. نبدأ معكم أهم أخبارنا من عند شكل ونظام الدوري في الموسم القادم. وكشف الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن في اجتماع الأسبوع المقبل ما بين الرابطة والأندية علشان يتفقوا على شكل جديد للدوري المحلي في الموسم المقبل 2024-2025. قال الكابتن حازم إمام: من الممكن أن يكون الشكل الجديد للدوري بأنه هو يخوض كل فريق 27 جولة فقط من أجل إنهاء الموسم في وقت مبكر. الدوري قد يبدأ منتصف أكتوبر أو في نهايته وينتهي في شهر يونيو المقبل زي جميع الدوريات العالمية، وبعدها نبدأ من المرحلة الطبيعية زي باقي دوريات العالم.